عدنا إليكم ودائما في الاستماع وفي المتابعة معي معالي الدكتور نذير عبيدات. دكتور، أحيانا بيصير أنه مجموعة بيكونوا واحد فيهم مع المرض وبعدين ما بينصابوا البقية رغم أنه خالطوا بيكون، شو تفسيرك العلمي لهذا الموضوع؟ يعني التفسير العلمي أنه قد يكون أصيب سابقا بالفيروس دون أن يعلم، فأصبح لديه المناعة موجودة، وهذا يعني واضح أنه يعني وكان هناك دراسات قامت فيها وزارة الصحة تبين أنه جزء كبير أو من الأردنيين أصيبوا دون أن يكون لديهم أعراض، فأصبحت لديه المناعة موجودة لذلك لم يصاب، هي أحد أو أنه أخذ المطعم طبعا. تمام. لكن في هناك بعض الملاحظات أنه في بعض الناس وكأنه يعني لديهم قدرة مناعية أكثر من الآخرين، لذلك في جزء من الناس هم بسموهم asymptomatic، يعني يصاب لكن لا يكون لديه أعراض، لذلك هذا تفسير ثالث، قد يكون مصابا ولا تظهر عليه الأعراض. لسه عندنا واحد اثنين راح، واحد ثلاثة أربعة خمسة رعا واحد. أوكي، بس من حقك تقول باص مرة واحدة، هلأ حكيت باص هلأ من حقك من مرة واحدة. سؤالنا كتير سهل، ثلاث كلمات، من الذي هزمك يوما ما؟ موت والدي. كانت مرحلة صعبة جدا. قديش كان عمر حضرتك؟ لا انا كنت كبير. كبير، قبل ثلاث سنوات. قبل ثلاث سنوات وشعرت بهذا الافتقاد؟ نعم. شو بيصير لما الواحد يتوفى والده؟ شو الإحساس اللي بنتابه، الإحساس الأولي؟ مع أول شيء رحمة الله عليه، لكن ما هو الإحساس اللي مش الحزن أو غيره، في إحساس نوع خاص؟ أنت بحاجته. يعني أنا مرة صارت معي حادثة غريبة. احكي لي. بعد ما توفى بأشهر وأنا بالسيارة، بتصير مرات يعني في تليفون بالسيارة، فضربت على التليفون أبوي، بعدين ذكرت أن أبوي توفى. الله يرحمه. أنا بحاجته بغض النظر، لا علاقة للعمر. أنت بحاجته، بحاجة أشياء منه موجودة بعطيك إياها بغض النظر. أقدر ذلك. السؤال الثاني عن المرأة التي في حياتك، يعني ما هو مفهوم المرأة في حياتك؟ من هي المرأة النموذج في حياة الدكتور نذير عبيدات؟ المرأة النموذج هي المرأة التي تحب بيتها، أولادها، زوجها، وتقدر البيت. المرأة التي تعطي الأولوية لبيتها وعائلتها. هل عشت قصة حب وأنت طالب في الجامعة؟ بدنا نغير شوي الموضوع، شفتك زعلان فبدأ أغيره، بياك تبتسم. أيوة. ليش لما نجيب سيرة حب الجامعة كلهم بيبتسموا؟ يبدو كأن أنت يعني وسيم. ربما يعني ربما يعني ليس بالمفهوم الطبيعي، لكن في بعض المرات لا شك إنه الواحد يعني يعجب ببعض الناس، سواء من يعني إعجاب، لكن هذا الإعجاب ليس بالضرورة أن يكون يعني إعجابا كاملا بحيث يصل إلى مرحلة الحب. شو أخبار الكرت؟ منيح. والله أنا خايف منك لأنك ساكت، واللي بيسكتوا هن اللي بيندفوك الهند وإنت مش حاسس. عندي إحساس إن أمورك طيبة، بس بدي أسحب أنا. يا سيدي إجاني كرت. ما تكونش هند. لا هند، لا والله بعيد عني، لسه بعيد بعيد يعني، بس بدنا نرمي هالكرت. اختار من هاي الأرقام، لسه عندك ثلاث خيارات، ست أسئلة غير الجوكر. هو شوف انت اختار، لأنه حتنسألين كلهم. اعطيني هند. حاضر. شوف يا سيدي، هذا السؤال يمكن بده انك تحط الكرت لما تسمعه. شوف، تحدث لي البعض، فريق الإعداد اللي بكتب، أنا ما دخلني عشان ما تتعصب علي، لأنه أنا بتعرف قديش بحبك وبحب تضل العلاقة يعني فيها ديمومة. تحدث لي البعض أن
هناك خلاف دار بينك وبين وزير الصحة السابق الدكتور سعد جابر، تحديدا عندما قبلت بحقيبة وزارة الصحة، هل هذا الكلام صحيح؟ هل فيه شبهة صح ولا كله خطأ؟ يعني المعد بيحكي على كيف وقعت. لا، هو خلاف بمعنى أنه خلاف شخصي ولا مهني ولا لا، لا شك أنه يعني اتفقنا كثيرا، ولكن هناك كان بعض وجهات النظر المختلفة أثناء وجودي في لجنة الأوبئة، ومعالي الدكتور سعد كان وزير للصحة. يعني لا شك أنه كان في بعض الأشياء اختلفنا فيها، لكن اختلاف واضح يعني هذا يحدث ويحدث صحي. كل يوم وصحي، واختلاف في وجهات النظر، ولكن بالتأكيد يعني معالي الدكتور سعد هو أخ وصديق وما زلنا. طيب سامحني على السؤال، هذا لي وليس للإعداد، يعني دكتور سعد جابر شعبويا كان عنده شعبية جارفة، ويمكن أول مرة وزير أردني بياخذ هاي الشعبية، وحضرتك اجيت بعده، مش هاي مسؤولية كبيرة دكتور؟ فكرت فيها ولا ما كانش يعنيك؟ أبدا ما فكرت، ما عندي مشكلة. أنا يعني أنا اسمي نذير عبيدات، وأتعامل مع الأمور أنا بصفتي الشخصية أو بصفتي أنا، وليس لي علاقة بمن هو قبلي. لكن بالتأكيد يعني هناك تحديات كبيرة، ولا علاقة لموضوع شعبية الوزير اللي كان قبلي. أنا أشعر بالتحديات لأنها تحديات حقيقية وتحديات واقعية وتحديات تخص الإنسان وتخص حياة الإنسان، ولابد أن نتعامل معها بكل جدية. هذا هو التحدي الحقيقي، لكن لم أشعر يوما من الأيام أن شعبية معالي الدكتور سعد أنها كانت تؤثر علي بالإطلاق. من ماذا يخاف نذير عبيدات؟ أخاف من الفشل. ما الذي يطاردك؟ أن أكون أفضل مما كنت قبل يوم أو يومين. ما الذي تطارد أنت؟ أن أصل ليكون الأردن أفضل دولة في العالم. الخط الأحمر في حياتك؟ الخط الأحمر أن أعمل ضد قناعاتي. هل حدث فعلاً؟ في بعض الأحيان مضطر، لكن قد لا يكون أحمر، لونه أقل من الأحمر. فاصل أيها الأحبة، ونعود لنكمل برنامجنا.